بنلبس على كل الناس كل حاجاتنا وكل الناس من المشروع عندنا وكل الناس من المشروع عندنا زي ما جينا قلنا قبل كده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم جميع من يرضى الله عشان يجي لك كل الدين ان شاء الله. النهارده رايحين نتفرجوا على قلبين من المطاريش جدا 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 مع حد حبيبنا وصاحبنا قوي 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 ملك الكلاب الشرسه في اسكندريه، كلاب من الكلاب المجانين قوي قوي قوي، كلب رد وكلب بيت بول اكس لارج. طبعا انتوا عارفين ان انا بعشق كلاب البيت بول، فبحب قوي اللي انا اروح اصور اول ما حد يقول لي كلب بيت بول. طبعا ان شاء الله هنتفرجوا على كلاب من الممنوعات، كلاب خطر جدا جدا. طبعا زي ما جينا قلنا قبل كده احنا بنتفرج على الكلاب دي عشان اي حد محتاج اي حاجه يتواصل معانا على طول، واحنا تحت امركم، وما تنسوش اللايك الجميل والتعليق الحلو من الناس المتابعين. يلا بينا. بقى عند ملك الكلاب الشرس، ملك الكلاب الشرسة، ملك العبقريين اللي ماسكها من الباب للشباك. قولوا للشباك يلا نشوف مين. طبعا ميدو بقى غني عن التعريف، ماسك السوق، ماسك العطارين، ماسك اي حته، الخط بقى اللي هو من ناحيه محطه مصر وانت طالع كده. لا مش كلاب انت رقم واحد. لا 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 رقم واحد. انت رقم واحد. ميدو بقى بيجيب الكلاب اللي هي المطاريش، المطاريش معاه كلب ما شاء الله من الحاجات اللي طبعا اللي انا بس لازم تعمل الحركه دي، لازم طبعا احنا كده كده قلنا ولا بنضرب ولا بنعمل اي حاجه، احنا بنشوف الكلب ووضعه الكلب ذات نفسه بيبان من حركته من شغله، مش محتاج ان انت تبدع زي ما انت تتفرج وتخش في الشغل. مسك يعني طبعا لو مسك حاجه انسى. مفيش كلام تاني يتقال. وكلب الكلاب تعذيب تحفة ما شاء الله، كلب قورة ومقاس وش مفتوح السرعة النار. جدع
ما شاء الله ما شاء الله احلى حاجه في الكلب الشرس ما يدبتش زي ما انت شايف الكلب بيعمل ازاي النور تعال خش يا باشا تعالى يا تعب تمام ما شاء الله ما شاء الله تحسب اللي جنبك دي احمر اهو كلب ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله عشان يبقى ايه نروحوا سلام ما شاء الله الكلب ما فيهوش اولى بيسبول اكس برص من الاحجام الجميله والكلب ما شاء الله تعال تعال خد عليه اسمه ايه؟ بويكا بويكا خد يا بويكا تعال كده عمر بقى وكل شويه عمال يسخني عشان ميدو حمزه عالم بدون اي ناس طبعا اشرف العطارين ميدو حمزه عالم من الاعلام كلاب الشرس ربنا يا رب يبارك لكم وكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده ونرجو ان تكونوا استمتعتوا معنا وان هم سادتي وسادتي تنطع حلقتنا اليوم والى اللقاء في الحلقه القادمه انا عندي كلب ومش عارفه ادربه على اي حاجه ومش عارفه اعمل ايه انا اعرف احمد مايكل باشا مصر في تدريب الكلاب هيدرب لك كلبك ومش هتشيلي هم تدريبه وبسعر حلو قوي بجد قولي لي اسم صفحته ايه اسمه احمد مايكل باشا مصر للتعامل مع الكلاب وده رقمه ودي صفحته كلميه ودربي الكلب بتاعك معاه هيكون في امان